المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. احتفلت الطوائف التي تسير وفق التقويم الشرقي بعيد الميلاد المجيد بأجواء محزنة وأليمة خالية من أي مظاهر احتفالية نتيجة الأوضاع الصعبة التي تعيشها فلسطين عامة وغزة خاصة. فقد استقبلت مدينة بيت لحم نيافة المطران مار أنتيموس جاك يعقوب النائب البطريركي لشؤون الشباب والتنشئة المسيحية والمعتمد البطريركي لبطركية القدس والأردن وسائر الديار المقدسة للسريان الأرثوذكس والوفد المرافق وبحضور ممثلي المؤسسات الرسمية حيث أقيمت صلاة في كنيسة السريان وتقبل التهاني في قاعة الكنيسة. أشرق في قلوبنا نوره من خلال ولادته في مغارة في بيت لحم، ونحن من بيت لحم، من المكان اللي أعلنت فيه السماء رغم ظروفنا الصعبة، من المكان الذي أعلنت فيه السماء البشرى السارة اللي قال فيه الملاك للرعاة: هأنذا أبشركم بفرح عظيم قد ولد يكون لجميع الشعب، قد ولد لكم اليوم مخلص يدعى المسيح الرب. ورغم آلامنا وصعوبنا صعوبات اللي عم نعيش فيها والضيقات اللي عم نمر فيها، رغم الحرب رغم الدموع رغم الأحزان، لكن واثقين في رب المجد اللي أخلى ذاته لابسا جسد عبد لينقذ الشعب، لينقذ الشعب لأنه دعي يسوع، ويسوع أتى ليس لكي يحررنا من المظاهر الخارجية ومن الأوضاع الخارجية وتكون أوضاع أفضل، لكن لكي يخلص شعبه من خطاياه من جوا لبرا حتى يظهر للناس أجمعين سلامه اللي يفوق العقول، سلامه اللي قال فيه سلامي أعطيكم ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. من بيت لحم صلاتي بهالسنة المميزة اللي تمر علينا بفرح لكن بغصة ومتسربلة بالأحزان والدموع والبكاء، صلاتي أنه تكون سنة اختبار لولادة جديدة لرب المجد يسوع بقلوبنا ليعم السلام رغم الألم ورغم وجودنا في آتون النار، يكون نكون نعيش في سلام داخلي من جوا لأنه قال: هأنذا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. كما استقبلت المدينة الأنبا الدكتور أنطونيوس النائب البطريركي للأقباط الأرثوذكس بحضور حشد من الكهنة، ومن ثم توجه الوفد لتقبل التهاني وإلقاء كلمة للمطران عبر فيه عن حزنه وألمه لما تتعرض له البلاد من حروب. احنا طبعا في من بيت لحم كنيسة مهد الأنبياء، ومن هذه الأرض التي ولد فيها السيد المسيح نقدم التهنئة بميلاد السيد المسيح إلى كل العالم. وإن كانت بيت لحم دائما مثل عروس مزينة لرجلها في هذا اليوم، ولكن كما قلت في هذا العام هذه العروس فستان العرس مبقع بالدماء، دماء الشهداء ودماء المصابين وحزن الأسر على المأسورين. نحن نشارك الجميع في أحزانهم وفي مصابهم، ونرجو من الله أن يكون بهذا العيد ميلاد ملك السلام يحل السلام على الأرض، ويعطى الله الحكمة للمسؤولين في التريث وإحكام العقل، وأن يكون هناك مساحة للفكر والعقل وليس للقوة وللبطش. وكما كان أيضا استقبال رسمي لغبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، وكان بالاستقبال كبار المطارنة والكهنة والشمامسة إذانا لإقامة قداس منتصف الليل الذي حضره ممثل جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن السفير عصام البدور، وممثل الرئيس محمود عباس الدكتور رمزي خوري وقنصل اليونان والوزراء وممثلو المؤسسات وحشد من المؤمنين. نحن في هذا اليوم المبارك بذكرى ميلاد يسوع المسيح تختلف عن باقي السنوات التي خلت
بسبب الأحداث في غزة، واختصرت بقرار من البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس والبطاركة ورؤساء الكنائس بأن تقتصر هذه الاحتفالات على المراسيم الدينية احتجاجاً على ما يحدث في غزة من قتل. وأصبح الإنسان والأسف الشديد الذي يمثل صورة الله ومثاله لا قيمة له. نحن نقول لأهلنا في الدول العربية، في سوريا وفي العراق وفي الأردن وفي فلسطين، عليكم أن تبقوا في دياركم، في مساجدكم، في كنائسكم، ونقول لكم دائما يجب أن نكون على قلب الرجل واحد ومتفائلين بنعم وبركات ربنا ملك السلام خالق الأشياء المنظورة غير المنظورة، هو القادر على كل شيء. كما استقبلت أيضا مطران الأحباش رئيس الأساقفة أبونا إمباكوم مطران كنيسة الأحباش الأرثوذكس في القدس والأراضي المقدسة. نحن رسالتنا في هذا العيد المجيد، عيد سيدنا المسيح له المجد، من بيت لحم، من كنيسة المهد، أن يعم السلام على فلسطين وبالأخص على الشعب في غزة، لأنه هذا ليس بعيد، بينما إخواتنا في غزة يضحوا بما هو غالي ورخيص. لا نشعر بفرحة العيد قطعيا في هذا العام بالذات، لأنه كافة المراسم وكافة الستاتيكو تم تغييره، أخذين بعين الاعتبار الظروف القاهرة التي يعيشها وطننا في فلسطين. نتمنى السلام على جميع أبناء العالم، ونتمنى أن يكون هذا السلام سلام منصف وحق لإعطاء كل ذي حقه. فبالتالي سلب الوطن ليس بشيء سهل، الاستيطان والاحتلال هما السبب الرئيسي لجميع هذه المشاكل. إذا لم ينتهي هذا الاحتلال ولم تتوقف هذا الاستيطان ولا يعود الشعب الفلسطيني بكافة مهجرينه إلى أوطانهم، لن يوجد في كنيسة المهد أعياد مستقبلية. هذه هي مدينة بيت لحم التي كانت في هذه الأثناء تشهد احتفالات بحضور آلاف من الحجاج. الآن بيت لحم مهد المسيح تعيش أوقات صعبة كما الحال بباقي المدن الفلسطينية، لكن بميلاد الطفل يسوع طفل المغارة نتمنى أن تنتهي الحرب ويسود السلام. بدي أحكي عن بيت لحم الحزينة، إنه فيش بهجة أعياد، ولا في إنه بسمع لوجوه الناس، ولا في إنه يكون في سلام بين الناس وهيك. فأنا أوجه رسالة إنه يكون في بهجة أعياد لكل سنين، وبتمنى إنه يعم السلام على كل الدنيا. نتضرع إلى الطفل الإلهي لأن يكون العام الجديد عام سلام تنتهي به الآلام والأحزان والحروب. لنورسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة المهد بيت لحم.